ومعانا سحلية راح تاكل الخنزير وبتقلب في الخنزير كده وعايزة تمزع له لحمه، لكن هي مصرة ان هي تجيبه من رقبته وتنهش في لحمه. لو هتطلع صرمه دلوقتي، بس هو يستاهل على فكرة لانه هو خنزير ابن خنزير يعني. السحلية طبعا ما عندهاش كلام، هتمزعه هتمزعه يعني. ونروح مع بعض للنمر العجيب ده، وكلنا عارفين طبعا ان النمور شرسة، يعني اي فريسة بتمسكها بتمزعها وتخليها احشاء، تجيب احشاء الارض. وزي ما احنا شايفين كده مش عارفين ده اذا كان قطة ولا كلب ولا عرسة ولا فار. فالمهم النمر يعني عمال يجيبه يمين شمال، المهم مش هيسيبه. النمر حلف يمين طلاق ان هو ما يحله. شايفين النمر ماسكه ازاي يا جماعة؟ النمر هيقطعه يقطعه. انت اللي جبته لنفسك.